مجموعة من جرح الوطن في استوديو جريح بحمص يعزفون لحن الحياة بما تبقى من أجسادهم التي وهبوا أجزاء منها لوطنهم الأم سوريا، فاحتضنتها بحب وبادلوها الوفاء بأرواح مفعمة بالأمل. تصاوت بال2016 بالشهر الخامس، انضميت للفرقة من شي 6 شهور. أنا الله عطيني موهبة الغناء من الصغر، بس ما كنت المتابعة. بعد ما تصابت يعني، فكان تعرف أي مصاب بصير في حالة ملل أو هيك، فانضميت لستريكتر صغير، والأستاذ سائر ساعدني أنه نمي هي الموهبة اللي عندي. صوت بتاريخ 15/5/2015، كانت إصابتي بعيوني وبتر إيدي اليمين من الكف. بعد انضميت للفرقة استوديو جريح من شي 7 شهور، واخترت الآلة الأورج لأنه أنا قبل ما أصاب كان عندي إنه أعزف عليها، بس ما صح لي الفرصة. حبينا إحنا لما بلشنا شو نص شيء الكلام، أول شيء لاجي جريح، إنه الجريح اللي قاعد البيت ويأس، لا ليك عمون إحنا شجرة وعم نطلع وعم نازل وعم نقدم شيء، ونوصل الفكرة للعالم كمان، إنه الفكرة الإنسانية الفكرة للعالم كله. طبعا شو بعد اصابتي قدمت بكالوريوس هاي السنه ادبي ونجحت، هاي السنه كمان بحبوك بالجامعه بدي ادرس، هاي اول سنه. صوب تاريخ 4/8/2012 بغزيفة اربيجي، اشتباك كان قريب مع المجموعات الارهابيه. بعد الاصابه فتره اشتغلت بعمل معيشه، تعرفت على الاستاذ سائر من تقريبا حوالي السنه، دخلنا مجال الفرقة بعزف آلة الإيقاع، عم نشتغل شغلات كتير حلوة، مشاهد تمثيلية، في مشروع كتير حلو رح نعمله بالمستقبل، وحاليا عم ندرس كلية الاقتصاد جامعة البحث. كان عندنا فكرة نوصل رسالة بالبداية لأخوتنا الجرحى بكل سوريا، بعدين للمجتمع السوري، إنه اللي الله أعطاه العقل محرم شيء، العجز هو عجز العقل. كيف؟ إنه الجرح اللي اخترته منهم مثل الإصابة، فهذا الجريح اللي ببيته قاعد مكتئب حزين، عم نشوف رفقات الجرحى انه من كل اصابته اصعب من اصابته، ليش حتى انا ما اكون مثله؟ والحمد لله هالرساله وصلت، لاقى الموضوع استحسان على الواسطة الاجتماعية، وسائل التواصل جامعات الالاف من المشاهدات، كثير عشرات الجرحى من كل المحافظات تواصلت معي انه حابين ينضموا، حابين يصيروا مع الشباب، اعطيتهم هي الروح الايجابيه. اشتغلنا مثل سكتشات، مقاطع تمثيل، هي لنوصل فكره، نوصل فيها رساله انه لازم نتساعد رغم كل الظروف الصعبه اللي عم يمر فيها المجتمع، احنا قادرين نتغلب على الظرف، انه اذا انا الظرف صعب ماني قادر اتغلب عليه، قوي حالي اتغلب على الظرف، في كثير بوجود الحلول، بوجود البدائل، كيف لازم نساعد بعض، كيف هذا الجريح وهي اهل الشهيد اللي نحن لولاهم ما عايشين، كيف نحن لازم نتعامل معهم.